إذا مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي من صباحكم أجمل وفقرة استثنائية وخاصة جدا ببداية ساعتنا الثانية عن الفروسية، وينضم إلينا أيضا الفارس قاسم السامي للحديث عن إنجازاته في الفروسية. يسعد صباحك يا قاسم. أهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ فيك الحمد لله. قاسم عرفنا عن هوايتك بالف، أول شيء قل لي قاسم السامي أنت من فين؟ من اليمن. من تعز. وكم لك عايش هنا في الأردن؟ 4 سنوات الحمد لله. وكيف دخلت مجال الفروسية؟ إيش معنى اخترت الفروسية يا قاسم؟ أنا جربت الكثير هوايات من كرة القدم لهواية كثير، ما انسجمت يعني مع أي واحدة، يعني بلعب فترة معينة وبترك منها. ما عدا الفروسية أنا وأخي تعرفنا عليها من طريق أمي، هي اللي أقنعتنا بدخولها. تعلقت فيها ما مش عارف كيف، ما يعني لحد الآن يعني في ناس حاولوا يقنعوني أن أطلع منها، ما قدر إدمان يعني فيها. خليك فيها يعني موهبة جميلة جدا يا قاسم. احكينا كيف بتنسق كمان بين موهبتك ودراستك؟ أنت الآن ممكن بصف 10 صحيح؟ كيف الدراسة وكيف ممكن بتحدد الأيام اللي بتروح فيها لحتى تتمرن أكثر على الفروسية؟ هلا أوقات معينة التدريب مثلا بينفصل لمدة 45 دقيقة 35 دقيقة ركوب الخيل. أنا أول ما أروح من المدرسة أول شيء بعمله ببدأ دراسة قبل ما أعمل أي شيء مشان ألحق أخلص وبعدين أروح أعمل. يعني متفوق في الدراسة ولا بس بالفروسية؟ لا الفروسية أكثر. طيب قاسم حدثنا عن مشاركاتك، أنت الآن في معك مشاركة هنا في الأردن؟ نعم. حدثنا عنها. لعد مع الكثير من المشاركات المحلية والدولية. جميل. الحمد لله من أول ما بدأت وأنا يعني دائما اسمي الحمد لله بنذكر بالتكريمات تتويج الفرسان، ما شاء الله، وهذا شيء يعني حلو. والحمد لله يعني اخر فتره مع مستوى يعني مراكزي ما عم تنزل من عند المركز الثالث للاول فقط. جميل. ومؤخرا من المركز الثالث الى الاول. طيب يعني انت الان في السباق الفروسي المقام في الاردن وصلت الى النهائيات؟ نهايه المجموعه السابعه المؤهله للشارقه ان شاء الله بشهر واحد، نهايه شهر واحد بنطلق لهناك ان شاء الله، اللي هي قامت الاسبوع الماضي واليوم الجمعه الماضي. الحمد لله هي من احسن المباريات لي اعتبارا احسن النتائج، هي عباره عن 4 أيام متتاليه. يعني كل اسبوع يومين، يعني مراكزي 3 مرات أول ومرة واحدة فقط ثانية. ما شاء الله. أنا متحمس كثير يعني هيك، أنا عندي ابن لسه صغير حابة أدربه كمان بالفروسية. لازم. أنت ممكن بعمر 10 سنوات أو 11 سنة بلشت. كان صعب عليك ولا من الأول أنت يعني حبيت هذه الهواية وبلشت فيها واندمجت فيها؟ لا أنا من بداية اندمجت فيها، يعني من أول مرة ركبت خيل حبيت الموضوع. حكيت هذا أنا. هذا أنا. هذا الشيء اللي بدي أعمله. يس. جميل. حلو. طيب قاسم يعني نتحدث شوي عن مشاركاتك، هل اليمن وقفت معك ودعمتك في المشاركات هذه؟ شجعتك، رسالتك مدربين يهتموا فيك يدربوك اكثر؟ للاسف لا، يعني ما لحد الان ما لقيت اي اهتمام اهتمام مباشر يعني من اي احد من جهه يمنية. من اي جهه يمنية. يعني حتى احيانا انا في اكثر من مره طلبت منهم يعني مساعدات يعني بقلية الدعم المعنوي لي. صحيح، هذا من حقك يعني كفارس أي فارس وترفع رأس اليمن. نعم. بس للأسف ما كان لم يستجيبوا. نعم. طيب إيش إن شاء الله عن طريق إن شاء الله البرنامج بيكون دعم إلك وشهرة أوسع أيضا إلك خاصة داخل اليمن يا قاسم. عبير نتابع مع بعض الفيديو الخاص بقاسم السامي في نادي الفروسي، نتابع مع بعض. اوه
إذا يعني تابعنا هذا الفيديو لقاسم الفارس. قاسم في هذا ممكن التمرين على الخيل، يعني كان دائما عندي تساؤل كيف يتم احتساب النقاط لحتى ممكن توصل لهذه المراتب؟ الآن في بالفروسية أنواع كثير من المسابقات ويعني مش مرة واحدة هي أو نوع واحد، في مسابقات السرعة، في مسابقات النقاط. هلا الحمد لله أنا الأشرف في إشي فيه اللي هي المسابقة البطولات السرعة اللي هي أغلب المباريات اللي بتصير بالفروسية. وإذا طلعت من غير أي نقاط جزاء، يعني مثلاً كإسقاط حاجز أو توقف الحصان امتناع يعني عن القفز، فأنت بتطلع من غير أي نقاط جزاء وبزمن جيد، يعني أنت هيك بتم احتسابك مركزك. جميل. طب قاسم، إيش الصعوبات اللي واجهتها في مشوار الفروسية؟ الصعوبات أحياناً كثير، كالصعوبات أحياناً اللي هي من أسوأ الأشياء، يعني الصعوبات المادية أحياناً. هذه أهم حاجة، أهم شيء اعتبارنا يعني تدريبها. الفروسية كنا نحكي تحت الهواء، تدريب الفروسية هي شوي مكلفة. مكلف يعني هي معروفة كرياضة فروسية، كرياضة الأغنياء اعتباراً، هذا اسمها ولقبها. تكلفها الملوك عالية. طبعاً مش الأغنياء فقط، الملوك تحديداً. بالضبط، يعني في معنى الحمد، في معنى الأمراء بيركبوا، في معنى اللي بيجي بتوجونا وبيتفرجوا علينا وكل شيء. جميل. طيب الخيل هو تبعك ولا أنت بتتدرب عليه؟ هذا الحصان ملك المدرب الخاص بي، يعني المدرب لي. أنت اشتريته يعني؟ لا، أنا بأجره منه، يعني بأخذ منه. أنت تستأجره يعني؟ نعم. طيب إيش حلمك بالفروسية يا قاسم؟ أحلامي كثير بالفروسية. حلو الواحد يكون عنده أحلام. يعني أحلامي أنا توصل للعالمية ممكن. بالضبط. وترفع اسم يعني اليمن. أنا كل مرة برتفع بالفروسية كل ما بطلع على الإشي الأعلى. أنا مش من النوع اللي لما بستقر عشي لا بضلني أركز عليه، لا، أنا أول ما أوصل للإشي اللي بدي إياه مباشرة بصير أطلع على الإشي الأعلى منه. نعم. جميل. وإن شاء الله كمان تلاقي الدعم المادي والمعنوي بهذه، يعني حتى يدعموك، لأنك يعني شاب موهوب لسه في مقتبل العمر، وكمان رح تمثل اليمن وتشرف اليمن بإنجازاتك وبطولاتك في الفروسية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. طيب قاسم، لو تحدثنا أيضا عن يعني أنت الآن بتدرس صف 10، تروح من المدرسة، كم معك يعني حصص في تدريب بالفروسية؟ الآن على حسب حسب وضعي كمان بالمدرسة، يعني لو معي يعني ما بين المدرسة ما بيناتهم، مثلا لو معي امتحانات أو أي شيء أحيانا يعني لازم أترك شوي الفروسية على جنب وأهتم فيها أكثر. قبل أسبوعين كان معي امتحانات، فقعدت يمكن أسبوعين أو أسبوع ونص ما أروح أتدرب ولا بقرب عليهم. يعني جميل، خصصت وقتك للدراسة. خصصت وقت للدراسة. طيب من الناحية العلمية، يعني قاسم وين بتشوف حالك في الدراسة؟ شو حابب تدرس؟ والله أحلامي كثير أنا بالدراسة أحلام الصراحة. لسه مش مستقر على حلم واحد في الدراسة. إن شاء الله بس توصل للتوجيه اللي هو الثانوي العام نسمي عندنا، بتحدد وتقرر بالضبط إيش اللي تحبه. إن شاء الله. كل التوفيق لك يا قاسم. الآن رح نتابع كمان فيديو لتكريمك في إحدى أيضا المسابقات ونشوف كمان هذا التكريم، نتابع. الحضور نقوم بتتويج صاحب المركز الأول من اليمن. جميل. طبعا تابعنا تكريمك الآن يا قاسم، كيف كان أول شعور لك بتسليم أول جائزة؟ أول جائزة باسم اليمن طبعا كان فخر كبير لي اعتبارا، وبس يعني فرحة ما بتوصف يعني، قعدت هاي الفرحة يمكن يومين متتاليين وأنا يعني بتفرج على الفيديو عايش الحلم. يعني شيء يعني أنا ما توقع الصراحة، يعني هذيك البطولة كأول بطولة دولية لي ما توقعت أحرز النتائج، هي النتائج جيدة جدا يعني اعتبارا كأول بطولة دولية أحرز المركز الثاني والأول، فهذا شيء جدا ممتاز. جميل. إحنا انبسطنا، إحنا فرحنا وإحنا منتابع هذا التكريم. كيف شعور أهلك أيضا لما بيشوفوك ما شاء الله تتقدم وبتبدع بهذه الموهبة؟ الحمد لله يعني مبسوطين عليه كثير، وهم من اعتبارا أكثر الداعمين لي من كل النواحي. يعني استمر استمر يا قاسم، ارفع راس أهلك وأيضا راس الوطن الغالي إن شاء الله، بالذات في ظل الظروف الرهنة. طب نتحدث أيضا إيش اللي تحب يعني
يعني كلمة تحب توجهها مثلا لوزارة الشباب والرياضة للداعمين المفروض اللي يكونوا واقفين إلى جوارك؟ أشياء كثير يعني الشباب والرياضة يعني في أشياء في شباب كثير غير يعني أنا لسه الوحيد ده الرياضة يعني إيش أحلام كثيرة اندفنت صحيح. ما مش لاقين أحد يوقف بجنبهم ولا شيء يعني في ناس مستواهم أحياناً بيكون أقل من إنهم يقدروا إنهم يرفعوا حالهم لفوق نعم. وأنا أكيد متوقع إنه في كثير من هذول الشباب خصوصاً الشباب اليمني يعني إحنا نعم. من النوع إذا طبحنا لشيء ما بنتوقف من نمله جميل طيب قاسم إحنا شفنا الآن التكريم لك هل حضر أحد من سفارة اليمن في هذا التكريم؟ للأسف الشديد لا لحد الآن ولا أي بطولة دولية ولا محلية للأسف الشديد لكن إن شاء الله بهذه الحلقة أنه يوصل صوتك وأنه فعلا المفروض يتابعوك يهتموا فيك يرسلوا لك مدربين شخصيين لك يهتموا في هذا الشيء نعم احنا طبعاً. اليوم حاولنا نتواصل مع وزير الشباب حتى كمان يكون نايف البكري نعم يكون معنا في هذه الفقرة يتعرف على قاسم وشو ممكن نقدم لقاسم ولماذا تأخر الدعم يا سماحة ولكن عن قاسم السامي للأسف نعم ولكن حاولنا التواصل معه ولكن لم يجيب إذا لكن إن شاء الله في الأيام القادمة بإذنه تعالى إذا رد علينا بنستضيفك إن شاء الله يا رب لازم قاسم جدا سعدنا بتواجدك معنا يعني كل أمنيات التوفيق إن شاء الله في الدراسة وفي الفروسية وإن شاء الله بنشوف اسمك هيك في المراتب العالمية في هذه الموهبة إن شاء الله يا رب يعطيك العافية يعطيك العافية قاسم السامي وأهلا وسهلا فيك صباحكم أجمل وللأمام دوما بالدراسة والفروسية مش خلاص فروسية تنسى الدراسة موافق يا قاسم